أسلحة جديدة ومصطلحات جديدة باتت تستخدم في المواجهة بين حزب الله والجانب الإسرائيلي. صواريخ بركان، صواريخ فلق واحد، وقوة القناصة. فما هي؟ صواريخ بركان التي استخدمت منذ بداية المواجهة والتي باتت تستخدم بكثافة أكبر في الأيام الماضية هي صواريخ قصيرة المدى، ولكن قادرة على أن تحمل متفجرات تصل زنتها إلى 500 كيلوغرام. أما فلق واحد فدخلت مؤخراً على المواجهة، ولكن هذه الصواريخ هي صواريخ طويلة المدى نسبياً، يصل مداها إلى 10 كيلومترات، ولكن تحمل فقط 50 كيلوغراماً من المتفجرات. أما قوة القناصة فهي قوة تحت مسمى قوة الرضوان التي تعمل بشكل مكثف في قرى وبلدات الجنوب في مواجهة حزب الله مع الجانب الإسرائيلي. قوة القناصة عملياً غير موجودة، هي قوة ضمن قوة الرضوان تدربت على القنص بأسلحة روسية، باتت تنفذ هي عمليات عسكرية باتجاه المواقع الإسرائيلية. يقول الخبراء العسكريون هنا إن هذه القوة قادرة على إصابة الهدف بدقة عالية. هذه المواجهة التي اتسعت رقعتها في الأيام الماضية تطرح علامات استفهام حول مسار الوضع الأمني والمواجهة في جنوب لبنان بين حزب الله والجانب الإسرائيلي.